مرحبا، اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، كيف حالكم؟ بتمنى تكونوا باحسن احوالكم. اول شيء انا مش عارفه اذا الفوكس هو منيح في التصوير، فاذا كان في مشكله فانا بعذر من هسه. ان شاء الله بالفيديوهات الجايه راح احاول انه اضبط الاشياء وتكون في جوده تصوير اعلى من هسه. صراحه حابه كمان اعذر عن الاسبوع اللي فات، كان المفروض يعني كيف ما كانت الخطه وكيف ما حكيت لكم انه كل يوم خميس راح يكون في عنا فيديو عن كتاب جديد راح ينزل على القناه كل يوم خميس، بس للأسف في الخميس اللي فات بسبب شوية مشاكل تقنية ما قدرت إنه أنزل الفيديو، فرح ينزل إن شاء الله يعني زي ما شفت اليوم. طبعاً إحنا اليوم نحكي عن كتاب أو رواية اسمها لا تقرب النساء قبل سن 25 للكاتب معاذ جهاد. حابة أحكي إيش إنه اللي لفتني إنه أقرأ هاي الرواية هي العنوان. العنوان جداً لافت، جداً مبدع، وبيخليك تعرف إيش يعني لا تقرب النساء قبل سن 25، فهل هي من جهة الذكر ولا من جهة الأنثى؟ فكان العنوان جداً جداً ملفت لرواية. حابة أحكي إنه الكاتب معاذ جهاد، يعني قبل ما أبلش أحكي عن الرواية، حابة أحكي إنه هو كتب الرواية وهو لما كان عمره 21 سنة. فبس شفت أنا المستوى تبع الرواية بلشت أبحث عن الكاتب، وهذا كان غلط. بفكر إنه إحنا لازم كلياتنا قبل ما نقرأ أي كتاب أو أي رواية بغض النظر إيش كان النوع الأدبي، إنه أعرف من هو الكاتب، أبحث عن الكاتب، أعرف من هو، إيش أفكاره، شو بيعمل بحياته، شو بيسويش، لحتى أعرف أنا وين رايحة، وين قاعد بقرأ، أو أي مستوى قاعد بقرأ. فهاي شغلة تعلمتها من هاي الرواية. حابة أبلش في مقولة أنا قرأتها في الرواية اللي بتحكي المقولة: عندما لا تريدك امرأة ستلصق بك أي شيء لتبعدك عنها، النساء ماكرات، ابتعد عنهن قبل سن 25 فذلك أفضل. طبعاً أنا حابة يعني بلشت في هاي العبارة لأنه كانت الرواية كلياتها بتحكي إنه ممنوع نقترب من النساء ونفوت معهن في علاقات إن ما بلغت المرأة سن 25. هاي كانت نصيحة أم أيمن لأيمن، الشخصية المركزية الموجودة في القصة اللي بتحكي قصة حب بين أيمن ولينا. الرواية بتحكي عن أيمن. أيمن الطفل اللي أهله انفصلوا في طفولته، وكان سبب انفصال أهله جبروت أمه. كانت أمه امرأة جداً قوية صاحبة جبروت، فهذا السبب اللي خلى أهل أيمن ينفصلوا، وقرر والد أيمن الابتعاد. وأم أيمن ظلت تتحكم في أيمن لحديت ما صار في الجامعة وبلغ كثير مراكز وصار يشتغل كفيزيائي، لكن لحديت كل حياة أيمن وأمه ما يخذي دور جداً رئيسي فيها، وكانت تتحكم فيه بتصرفاته وبأفكاره، وكانت تحكي له لا تقرب النساء قبل سن 25. وهي الرسالة اللي كانت أمه دايماً تعطيها في كل محافل حياته ظلت مرافقتنا على طول الرواية. طبعاً أم أيمن كانت خيرت أيمن بين الهندسة وبين الطب، بالرغم من أنه أيمن كان كثير يحب التمثيل وكان حابب يتعلم مسرح، إلا أنه أمه كانت ترفض هذا الشيء وكان خيرته بين هذول المواضيع لا ثالث لهما، يعني يا إما هندسة يا إما طب. بالرغم من ذلك أنه كانت إحدى صديقات أمه اختارت المسرح وصارت ممثلة، وكانت كل ما تقعد معها تحكي لها أنه فعلاً أنت كثير جبارة أنه حاربت المجتمع واشتغلتي بالإشي اللي أنت بتحبيه، لكن بالرغم من ذلك هي كانت تمنع ابنها أنه يتعلم مسرح. وهون أيمن كان بيحكي لنا عن تناقضات المجتمع، عم بيحكي لأمه إنه ليه كنت تاخذيني على المسارح لحتى أتفرج على الأمور المسرحية وكل هاي الأمور، لكن من ذلك أنت قاعدة بتمنعيني من دراستها. الرواية فيها العديد من المصطلحات السياسية، وكمان الرواية حكت كثير عن تابوهات المجتمع. التابو يعني هو الأمر اللي إحنا ما بنقدر نخوض فيه ونحكي عنه، اللي هو من محرمات المجتمع الحديث عنه وغير سائد إننا نحكي عنه. حكى عن كثير عن مجتمع عن المجتمع الموجود في رام الله المحافظ، عن جامعة بيرزيت، عن كثير أسرار موجودة في رام الله كمدينة. وكان كمان فوت المصطلحات السياسية بالحب، فكان عندما بده يتغزل على جمال لينا اللي كان أغلب الرواية بتحكي عن جمالها، فوت كثير مصطلحات سياسية بمغازلتها. كمان شغلة مهمة حابة أحكي عن الرواية، صراحة الرواية هي ما فيها أحداث كفاية، ما فيها حوار كافي. حسيت انه الرواية هي كتاب خواطر، اي انه الكاتب كان ايش عم بخطر له مشاعر عن الحب، عن افكار معينة وظفها في الرواية، لكن ما صنع منها احداث. يعني انا وقاعدة عم بقرأ عم بدور على الاحداث، ما في احداث. الاحداث الموجودة في القصة جدا قصيرة، ممكن الخصهم بصفحتين،
لكن وكمان ما في حوار، يعني الحوار شبه معدوم في الرواية، يعني حتى بين الحبيبين، ونهاية الرواية جدا جدا صادمة، يعني بنحكي عن قصة حب، عن فانتازيا، لكن في آخر الرواية ببين إنه هذا كلياته تمثيل، إنه هو كان بيستنى لينا قبل ما يصير عمرها 25 سنة، وإنه كان متهم بالقتل هذا كذب، وإنه خطيبها اللي خطبته كان ممثل هو جابه لحتى يساوي مسرحية، ويعني نهاية الرواية بتاتا ما كانت حلوة، كانت صادمة. وكنت يعني بس وانا يعني انا قاعده عم ببلش بقرا في الروايه، كنت بستنى اشوف ايش بده يصير بعدين. طبعا كمان هم من كليه الاحداث، بتفاجئ في الروايه انه الكاتب كاتب باخر صفحه لا تقرا هاي الروايه فانت يعني لن تستفيد منها شيئا. وكمان في كثير قواعد، انه كانت بدايه الروايه حلوه، انه شفت مسجل هو قواعد تقريبا 13 قاعده 16 قاعده للرواية، وبيحكي انه هاي القواعد لازم يضلك منتبه لهن لانه صعب عليك تفهم الرواية بدونهن، بس بالرغم من ذلك ما حسيتش انه كان لهن اي داعي. الرواية كرواية بفكر انه الكاتب بعمره اللي كتب فيها الرواية وكلة الخبرة بكتابة الروايات والشيء الادبي، بفكر انه تمام. الرواية بمعظم احداثها القليلة كانت جدا مملة، ما حسيت برغبة اني انهيها، لكن كنت يعني ما بقدر امسك اشي وما اخلصه، فانجبرت اني اقراها. بصراحة كنت مفكر انه ممكن اوكي. الرواية بطبيعتها كانت جدا مملة، كثير حسيت بالملل وانا قاعدة بقرا في الرواية، وكمان انا سجلت هنا حبيت انقل الاشي بالضبط كيف هو كان كاتبه. في بالرواية وهو قاعد عم بتغزل في لينا، قاعد عم بيحكي أجمل ما تملكه الأنثى في جسدها هو شعرها، تخيل أن تفقده، إن فقدانه أقصى من السرطان بكامله. فكان كثير بالوصف هيك أنه لا، فقدان الشعر مش أقصى من السرطان، فحسيت أنه كمان بوصف الأمور، ببعض الأمور اللي هي جدا مش لازم نستهزئ فيها مثل السرطان، أنه كيف الأنثى تخسر شعرها، أنه لا، السرطان مش أقل، يعني فقدان المرأة لشعرها مش أقصى من ألم السرطان. ما فيك تيجي تجزم الأمر هون. شعرت إنه الخواطر تجاوزت الأحداث بالرواية، وبفكر إنه ممكن يكون كتاب خواطر، يعني إن كان صيغة هذا الكتاب مش رواية إنما كتاب خواطر للكاتب، رح يكون كتاب جدا 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 رائع، لأنه فيه خواطر جدا حلوة، تعبير جميلة، وفي كثير تعبير لأنا صرحت فيها وتذكرت أمور صارت معي سابقاً من خلاله كيف كان الصيغة. فهو الكاتب عنده قدرة تعبير رائعة، كلمات، مستوى الكلمات جداً مفهوم، جداً بسيط لطيف، ما فيها كلمات أو ثروة لغوية اللي هي جديدة اللي تعرفت عليها، لكن كان الموضوع جداً بسيط وجداً جميل. الفصول كانت قصيرة، وهذا شيء إيجابي كمان كان موجود في الرواية، ما حسيت بملل إنه بمعنى إنه أنا قاعدة عم بقرأ فصل طويل، إنما كانت الفصول قصيرة وبتنتهي بسرعة. وكمان في شيء حلو إنه فوق كل فصل كان حاطط لنا الكاتب اسم أغنية أو لحن معين اللي نسمعه وإحنا قاعدين بنقرأ بالفصل. الرواية تقريبا 320 صفحة. صراحة حابة أحكي إنه يعني جد كل احترام لكاتب بعمر 21 سنة لما طلع هاي الرواية، بفكر إنه في كمان للكاتب كمان عدة روايات أخرى. أنا كانت مشكلة واحدة مع الكتاب، إنه كان رواية ما فيه حبكة، ما فيه عقدة أو عقد حتى، لأنه بالرواية بيكون أكثر من عقدة واحدة، لكن كان يفتقر لكل هاي الأشياء. لكن إذا كان تم صياغته بكتاب خواطر رح يكون كتاب جدا رائع، لكن هو كرواية ما حسيته كرواية، وهذا شيء مفهوم ضمنا، يعني التجربة الأولى لكاتب صغير في العمر، كمان لما كتب رواية كان عمره 21 سنة، ما بفكر يعني لمستوى الكتابة وللعمر وكأول نشرة أو أول كتاب هو بطلعه، فكان هذا شيء جدا منطقي. طبعا في كثير عبارات أعجبتني في الرواية. حابة لهون أختم الفيديو، وإن شاء الله رح أشوفكم الخميس الجاي، رح نحكي عن كتب جديدة وعن مواضيع جديدة، وباي باي.